عايزين نسأل عن البطالة المرتفعة والبطالة الثابتة بشكل سلبي على عدة من الأصعدة في الدولة خاصة. والله طبعا دي زي ما قلت لك مبنيه، يعني هي جزء من البطاله المؤسسيه اللي هي يعني تلقي نسبه البطاله في السودان، يعني لو مسكتها بتاريخ السودان كله تلقى نسبه ثابته ثابته، يعني 80% 80% 80% 80% ما تغيرت، ما حصل جه سنه من السنين قالوا نسبه البطاله في السودان انخفضت الكلام ل 60 ده او من 70. الاستقلال ولا قبل؟ والله هو طبعا على تاريخ السودان الطويل، تاريخ على السودان تاريخ السودان الطويل ده كله، يعني ما في خطط. المرجع له قلت لك، يعني هي سوء ادارتنا نحن لبلدنا، سوء الاداره الاقتصاديه، هذا موجود استراتيجية ما في ممكن تكون في الخطه الاستراتيجيه الواضحه، لكن عموما تنفيذ يعني ما في. ما بتاخذ يعني الخطه الاقتصاديه ما بتاخذ دورتها الكامله. هي قرارات سياسية برضو كمان ايوه يعني ما ما ما, بت... ما بت... المرحله ما بتنجز نفسها، بتلقي انه المرحله اتقطعت من النص بدأت مرحلة جديدة، بدأ نمط جديد لفكرة اقتصادية جديدة. طيب ده ما بيدل على انه دايما قاعد اقول الكلام ده، يعني لان اصلا قاعد تحصل، يعني هل المشكله نحن لا ننتمي للوطن ولا ننتمي لجماعات موجوده داخل الدوله؟ والدليل على ذلك كثير، يعني اليوم انت ممكن تكون ماسك مكتب موجود وعندك ما شاء الله استراتيجيه، خطط تنميه، رؤيه لشغل، وقاعد فجاه تم ايقافك او نقلك او اي حاجه، بتشيل اي شيء في الدرج، وابو بكر يجي من وراك بكره عشان ياخذ مكتبك، حيلقى الدرج كله فاضي وانت شلت كل حاجه، ما في حاجه من حيث انت انتهيت هو يواصل. نعم. للاسف الشديد واحده من المشاكل اللي بنعاني فيها في السودان. نعم. هي دي بنعترف بكده اكيد يعني. طبعا، لانه دي 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 يعني انا في حب للوطن يعني. تدخلنا للتربيه الوطنيه. الشالو كتابه من ايوه انا بدري يعني. واحده من الازمات الموجوده في السودان ازمه الاخلاق. يعني ازمه الاخلاق دي مؤسسه على كل شيء، زي ما انت فساد. قلت المثال ده، يعني انا شالوني الوظيفه بشيل كل الشغل المفتاح بتاع الشغل وامشي.